السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، بل هي متتابعة بتتابع الليل والنهار. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد دائما بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر وبين ذنب يحتاج إلى استغفار، وكل من هذين الأمرين ملازم للعبد، فإنه لا يزال يتقلب في آلاء الله ونعمه إلى آخر ما قال. أيها الإخوة الأفاضل، ومن هذه النعم نعمة السمع والبصر والفؤاد. قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومنها كذلك على سبيل المثال نعمة الأمن، فإن الأمن من أعظم النعم بعد نعمة الإيمان، ولذلك إبراهيم عليه السلام قدم الأمن على الرزق، لأن الناس لا يهنؤون لا بطعام ولا بشراب ولا بنكاح مع وجود الخوف. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال تعالى ممتنا على قريش بهذه النعمة العظيمة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وصدق الله إذ يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه النعم بلا شك تحتاج إلى شكر. ومن أعظم ومن الأسباب التي تؤدي أو المؤدية إلى شكر النعم، أولا استحضارها وعدم الغفلة عنها في كل لحظة وحين. فإن كثيرا من الناس يتنعمون بأنواع النعم من مآكل ومشارب ومراكب وملابس، ومع ذلك لا يستحضرون هذه النعم لأنهم لم يفقدوها يوما من الأيام، فهم في غفلة عنها. والله جل وعلا يريد منا أن نتأمل في هذه النعم. قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثانيا أن ينظر كل واحد منا إلى من هو أسفل منه حتى يشعر بكثرة نعم الله عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أجدر يعني حتى لا تحتقروا نعمة الله عليكم. قال ابن جرير: هذا الحديث جامع لأنواع من الخير، فإن كثيرا فإن المؤمن إذا نظر إلى من هو أسفل منه شعر بكثرة نعم الله عليه، أما إذا نظر إلى من هو أعلى منه في أمر الدنيا كما هو غالب أحوال الناس فإنه يحتقر هذه النعمة، وهذا للأسف هو غالب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه. ثالثا أن يعلم العبد
أنه مسؤول عن هذه النعم يوم القيامة. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ فيسأل عن نعمة العافية وعن نعمة الماء البارد. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك وأسودك، أي أجعلك سيدا على غيرك، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فإني أنساك كما نسيتني. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رابعا، أن يعلم العبد أن شكر هذه النعم يكون بالقول والفعل والقلب. قال سبحانه: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فدوام هذه النعم بشكرها بأنواعها الثلاثة، وزوال هذه النعم بالمعاصي والذنوب. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق من طول القيام. فتقول عائشة: يا نبي الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.